السلام عليكم الوثيقه المتداوله لربط السكك سارتي الافاضل مع ايران اجراء اقتصادي وبابعاد سياسيه مجهوله العواقب سنتحدث بالتفصيل عن احقيه وصحه الوثيقه المتداوله في وسائل الاعلام بعد هذا التقرير مفاجات شهر اب كثرت هواي والغريب انها تتعلق بقضايا وملفات حدوديه حساسه واخرها ما كشف وزير النقل الاسبق والنائب الحالي عامر عبد الجبار عن توقيع وزاره النقل العراقيه لاتفاقيه مع ايران بخصوص الربط السككي يتم من خلالها تسليم 16 كيلو متر للجانب الايراني مما تسبب بموجه اعتراضات كبيره للراي العام اللي بعده ما خلص من الاعتراض على ملف مدينه ام قصر. وزاره النقل من جانبها ما كشفت عن التوقيع الا بعد ان تم كشفه من النائب خلال لقاء متلفز. وبالعوده الى الوثيقه الموقعه يوم 5 نيسان 2023 بين وزير النقل العراقي رزاق محيبس وبين وزير النقل الايراني. تنص الاتفاقية المعنونة بمشروع الربط السككي خط الشلامشة بصرة على تسليم العراق 16 كيلو متر من الأراضي طولا إلى الجانب الإيراني يوم 25 نيسان للبدء بإزالة الألغام وتنص الاتفاقية بالفقرة الرابعة على تعهد إيران بتوفير الأموال اللازمة لاستملاك الأراضي الخاصة بسكة الحديد وكذلك الجسر ذو الفتحة الملاحية دون ذكر لمن ستعود الاراضي المستملكه. بالعوده للاتفاقيه المكشوفه، هناك عده ملاحظات اوردت عليها. سواء من زياده التعاون مع الدول المحظوره والمعاقبه، اضافه الى ان ربط السكك مع ايران غير مفهوم الغايات. بينما تتحدث وزاره النقل العراقيه على انها لنقل المسافرين. تتحدث المصادر الرسميه الايرانيه بالمقابل على انه يستخدم ايضا لنقل البضائع. ويذهب الساسة الإيرانيون إلى الحديث عن استخدام الأراضي العراقية لربط إيران في الأراضي السورية وهي خطوة خطرة ستركز من عمليات عزل العراق سياسيا واقتصاديا من المجتمع الدولي وتحشر في خانة الدول المعاقبة والمحظورة والخلاصة يا جماعة الخير لا يمكن للدول اللي تعاني من الاستقرار الهش والتي تعاني من ازمه الثقه مع مواطنيها من الذهاب الى اتفاقات ربط مع دول متهمه شعبيا ودوليا بممارستها ادوار سلبيه في الداخل العراقي لذا لا نستغرب من رد وزاره النقل الذي كان اشبه برد سياسي حزبي على انه فني وبدا واضحا انه كتب بروح مهزومه لا تعرف كيفيه اقناع الراي العام العراقي سلامتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بضيوفي الأفاضل الأستاذ يونس الكعبي مدير عام سكك الحديد العراقية ضيفا كريما مساء الخير أستاذ يونس نورتنا في هذا الحوار الباحث الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني ضيفا كريما لأول مرة في الثامنة غريبه دكتور حياك الله لك <applause> غير <applause> <applause> لا بالعكس حياك الله استاذ ناصر <applause> حياكم الله ومن اربيل يلي. الدكتور همام الشماعة الباحث المالي ايضا مساء الخير دكتور همام في هذا الحوار الوثيقه المتداوله أهلا استاذ حياكم الله استاذ يونس الان هذه امامي لماذا اخفت وزاره النقل هذه المذكره وكشفها الاستاذ النائب عامر عبد الجبار موقع يوم 5 نيسان مع الجانب الايراني تفضل جنابك وضح نعم تحيه لحضرتك ومشاهدين الكرام حياكم الله للضيوف الكرام للجميع يعني أحنا. الموضوع ليس سرا يعني الموضوع كان زياره معلنه لوزير النقل العراقي طيف واعتقد غطتها وسائل الاعلام المحليه في ايران وايضا العالميه انا كنت احد اعضاء هذا الوفد طيف وكنت شاهد على كتابه هذا المحضر اللي كان يعني استكمالا لمحطة سابق وقع في زمن الحكومه السابقه في زمن حكومه السيد الكاظم ولكن هذا وضعت بعض النقاط على الحروف نعم ووضحت بشكل اوضح لمذكره التفاهم حتى يوضع هذا المشروع على يعني سكته الطبيعيه مم. هذا المشروع طبعا هو مشروع عراقي احد مشاريع الخطه الاستثماريه موضوع على الموازنه الاتحاديه لعام 23 بتمويل عراقي 100% الا ان بالتفاوضات بين الجانبين وزارتين العراقيه والايرانيه تبرع الجانب الايراني بالجسر الملاحي على شط العرب بطول 1000 متر مع الفتحه الملاحيه وايضا تعهد بازاله الالغام بطول 16 كيلو متر هذا كان المسار مثبت انه في الغام من الحروب السابقه ايضا تعهد الجانب الايراني بازالتها مجانا لتسريع العمل تمام. بالمشروع الملاحظه كانت غير دقيقه بالتقرير انه ليس استملاك الاراضي تحت الجسر وانما حتى لتسريع وتيره العمل في حال وجود تعارضات او يعني تجاوزات تحت مسار الجسر تعهد الجانب الايراني بدفع مستحقات ازاله التجاوزات مه. يعني اذا كان هناك استملاكات ليس هناك استملاكات لان الاراضي مملوكه للدوله في زي. هذا الجانب ولكن في حال وجود وبالفعل موجوده يعني بيوت متجاوزه او زي. بيوت عشوائيه فيتم تعويضهم ضمن كلفه بناء الجسر اذا استاذ يونس عذرا هذه الوثيقه اللي امام هي صحيح صحيحه 100% طبعا طيب ليش لعد الوزاره محرجه من الاعلان عنها في نقول في المساحه الاعلاميه العراقيه تجنابك اليوم صريح حضرتك أن ضمن الوفد م. صح زين تم تغطيه الموضوع من الاعلام الايراني صح؟ لا الاعلام كل جميع الاعلام زين لكن لم تاخذ مساحه مساحه الوثيقه لم تاخذ مساحتها في موضوع الاعلام العراقي الموضوع استاذ ولذلك جزاه الله م... خير عامر عبد الجبار لا لا فضل. الموضوع مو جزاه خير او غير جزاه موضوع ليس نائب انت موضوع... حياتنا له سيدي العزيز الموضوع ليس اعلامي موضوع فني بحت زي. هذا المحضر محضر فني تنفيذي ليس للاعلام ولاحظت حضرت حضرتك عندما طرح للاعلام سوق سياسيا وليس فنيا وهذا يعني مثلبه يعني كنا نتوقع مثل هذه الهجمات هناك حساسيه في كل موضوع يتعلق بالجانب الايراني لطيف الموضوع موضوع فني بحت اتفاق بين وزارتين فنيتين على قضايا تنفيذيه ضمن, ضمن مشروع على اراضي عراقيه بحته ليس له علاقه جيد. لا بجانب يعني انه قضايا تملك الجانب الايراني ولا لها علاقه بال ولكن لتسريع الاجراءات الفنيه طبعا. هذه القضايا ثبتت على الجانب الايراني ممتاز. بالتزامن مع تنفيذ العراق لباقي المشروع ممتاز المشروع يمتد على اكثر من 36 كيلو متر اي في الكثير من الفقرات في اكثر من جسر لطيف لا. انا راح امون على الاستاذ ناصر الحبيب بس يعني اوضح لحضرتك يعني للضيوف جميعا وللسادة الكرام الدكتور باسل حسين استاذ يونس هنيئا للمي يقول آه ان ما جاء فيها مخالف لقانون المعاهدات العراقي رقم 35 لسنه 2015 وهذا الاتفاق يثير هواجس ومخاوف عده لماذا لا يتم على الاقل على الاقل استضافه وزير النقل وكذلك ذكر بالنص ان الاتفاق مبهم وغالبا ما اتخذت هذه الدول السمه كذريعة للتمدد داخل الأراضي العراقية كيف نقنع الرأي العام أن هذه الوثيقة هي ليست للتمدد على حساب الأراضي العراقية أستاذ يونس وجنابك مديرا عاما للسكك تفضل نعم أنا سأجيب على الجانب الفني أستاذ ناصر أرجع نعم. لك ضمن المساحة الفنية سأجيب على الجانب الفني ولو عندي الجواب السياسي ولكن سأجيب بطريقة فنية باعتبار تخصصنا يعني تفضل الموضوع ليس تمددا يعني خلي يكون بعلم الجميع انا كنت اتمنى اجيب الخرائط معي المشروع من بدايته الى المحطه النهائيه في مدينه البصره على اراضي عراقيه خالصه. لطيف. من سينفذ هذا المشروع هي الشركه العامه للسكك الحديد العراقيه. زين. الموازنه يعني ادخلت ضمن الموازنه الاتحاديه لعام 2023 طبعا الكل يعلم يعني والاخوه الاقتصاديين انه ادراج اي مشروع على الموازنه الاتحاديه تقدم فيه دراسه جدوى اقتصاديه تقدم فيه جداول كميات تقدم فيه كلفه كليه للمشروع بالتالي لم نضع في حساباتنا اي موضوع سياسي في هذا المشروع مطلقا مطلقا مزيح. دراسه الجدوى تتالف من حوالي اكثر من 65 صفحه فيها كل المقررات وضعنا في هذه الوثيقه للي يقراها بصوره جيده انه هذا الربط هو للمسافرين فقط اخذنا بنظر الاعتبار حمايه الموانئ العراقيه وحمايه البضائع العراقيه لذلك م. المطلب هو مطلب لنقل المسافرين والزائرين ليس في الزيارات السنوية طبعا. فقط وانما هناك برنامج لزيارات بشكل يومي جي. للعتبات المقدسة وايضا للسياحة الدينية طبعا. هذا الموضوع هو الاساس الذي ادرج على اساس يعني اكيد على الموازنه الاتحاديه ليس لمبررات اخرى ممتاز الجميع يعلم يعني ان آه. وزاره التخطيط لا تدرج اي مشروع تمام. اذا لم يستكمل جميع المستلزمات الفنيه جيد ودراسه الجدوى ممتاز شكرا جزيلا للتوضيح استاذ يونس لهذه المساحه يعني رحابه صدرك وسعه صدرك استاذ ناصر حياك الله حياكم الله وشكرا جزيلا, أه جزيلا, أه جزيلا و الله يحفظك مشاهديكم استاذ يونس شكرا جزيلا هل تعتقد فعلا انها مخالفه لقانون المعاهدات مثل ما يذهب اليه بعض خلينا نقول الباحثين المراقبين المتخصصين وهل تعتقد ان العراق يجب ان لا ينغمس بهذه الاتفاقيات لحسابات استراتيجيه تفضل شوف ارجو ارجو التوضيح هل هي معاهده ولا اتفاقيه تفضل رقم واحد تذكر التفاهم مذكره التفاهم اذا مذكره التفاهم يعني بعد ما وصلنا الى مرحله التعاقد مه. و مره اخرى هل هي اتفاقيه اذا كانت مذكره تفاهم بس موجوده اتفق الطرفان عفوا اي يعني اتفاقية؟, إيه اتفاقيه هل هي معاهده الطرفان في تاريخ خمسة من ابريل العام احمد اتفاقيه لازم تروح للبرلمان صدق عليها البرلمان لطيف شكرا شكرا هذه مذكره تفاهم تنفيذيه فقط صح فقط بس ما مكتوب لا مذكره تفاهم ولا معاهده بس محضر. اتفق الطرف ما مكتوب ماكو محضر تفضل جوز ممسوحه عندي اسف معذره هي تفضل استاذ ناصر ما يخص موضوع هيك مشاريع حقيقه، هذه المشاريع بما انها طويله الامد يجب ان تكون هناك معاهده وهذه المعاهده لا يمكن توقيعها من قبل رئيس وزراء يمتلك جنسيتين بالمناسبه، بما ان السيد السوداني يمتلك جنسيه واحده من حقه يوقع معاهدات أيه. واحنا المعاهدات اللي وقعت في زمن الحد السيد المالكي في دورتي الاولى والثانيه يعني غير معلومه حقيقه المعاهدات بعدين جاء وراء حيدر العبادي يمتلك جنسيتين ما وقع ما يقدر يوقع معاهده أيه. وايضا بعد عادل عبد المهدي وايضا جاء الكاظمي. الكاظمي يعني كلهم يمتلكون جناسي كل واحد جنسيته هذا ما يصير ما يجوز؟ لا يجوز اطلاقا وابطالها يعني بامكان ابطالها اي شخص يقيم دعوه يقدر يبطل المعاهده طبعا انا سئلت في يوم من الايام عن موضوع ما هي فرق المعاهده عن الـ الـ الاتفاقيه. في عام 2004 تحديدا انا كنت دا اطلع سوريا والتقى ويا ثلاث شخصيات معروفه مم. بالمطار حقيقه. هم جماعة الموجودين كانوا بسوريا أغلبهم أصدقائي يعني معارفي وكذا ونلتقي باستمرار يعني أنا من زمان كنت في سوريا. أنا عندي طلعت قصاصه صغيره من جيبي وكتبت عليها اذا ان تحموا العراق العراقي يحموها بكلمه واحده. انطيتها اللي بصفي قراها قام يحكي شوي حكي بصوت عالي على كل حال جواد الخالصي قدامه انطاها يعني جواد الخالصي زين. طلع عليها جواد قال له من رخصتك كان يبي شخص اخر ايضا معروف قال له من رخصتك قعدت انا بمكانه قال شنو؟ قلت له والله الامريكان طلبوا اول ما دخلوا ضربوا شغلتين شغل من عندنا تمشي على الجميع بس حقيقة عليها يعني شوية كنت متنفلها قال شنو ايش طلبوا طلبوا دستور دائم وحكومة منتخبة قالوا ايش بيه هذا قال مع الدستور ومع الحكومة المنتخبة بس ضد كلمة دائم قال شنو الفرق إذا كان دستور دائم وحكومة منتخبة نعم دني بندين أساسيين بالمعاهدات الإرثية فبالامكان توقيع معاهده لا يمكن العراق يخرج منها نهائيا حتى لا يتغير النظام اي شخص يجي وراء ما يقدر يغير معاهده تمام الا ان تنتفي يعني وقتها ينتهي فاحنا يمتلك جنسيتين ما من حقه يوقع معاهده مم. مثل ما قلنا فاذا يعني معنات هذه لماذا لم تكتمل في حكومه الكاظمي احسنت سؤال اذا يعني معنات حاليا وصلنا لا هي معاهده وليس هذا يعني؟ اي نعم هذا كمحضر بس, محضر. بس محضر. ما بعد المحضر, بس المحضر في زمن القاضي احسنت قائد كابتن ناصر مع ما. وزير رستم توفى صح وذكر تمام. انه عندهم جنسيتين تفضل فبما لم تكتمل. انه فاذا هسه حاليا يعني معناته في حكومه السيد السوداني يمتلك م. جنسيه واحده من حقه يوقع معاهدات تمام وايضا هذه المعاهده يجب التصويت عليها من قبل البرلمان تمام فنيا شو شوف الموضوع؟ استاذ اذا كانت الامور فقط نقل ركاب ما عليك الغبار حقيقه يجب ان يكون من زمان هناك ربط آه. سككي احنا طبعا العراق وايران بلدين متجاورين الى ان الله الارض وما عليها فلا يمكن احنا نتخلى آه. عنهم ولا يمكن أن يتخلوا عننا بد ان احنا اكو احتياج السككي ممتاز جدا ممكن يخلصنا من مشاكل كثيره جدا على ان يكون لنقل الركاب فقط إذا صار لغير الركاب إذا صار لغير الركاب لا أنا الأمور اختلفت شوي بمعنى شوي توضح أكثر للرأي العام أستاذ ناصر يعني إذا صار غير نقل الركاب معناه صار نقل البضائع مم. إذا كان نقل نقل بضائع ومعناته راح نربط احنا نربط سكك نطيه مع السكك اللي بدنا نحكي عنها اللي هي عنه طريق الحرير أنا يسميه ما يسمي أريد طريق التنمية فإذا يعني معناته أنا دمرت الموانئ العراقية إذا خرج عن مساره المتفق عليه بالضبط. تمام <applause> دكتور همام مساء الخير نورتنا ما هو الأثر الاقتصادي على المستوى البعيد واستراتيجي على ضوء هذا المحضر الذي وضح الأستاذ يونس قال هذه هي صحيحة فعلا البعض نفاها وزارة النقل تنفي طبعا بشكل غير رسمي لكن السيد الكعبي جزاه الله خير قال أنا كنت مع الوفد والوثيقة صحيحة مئة بالمئة وهي محضر كيف تعلق دكتور همام نعم من تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم الغراء من الناحيه المبدئيه يعني توقيع وثيقه لربط سكك بين دولة العراق ودولة ايران يجب ان لا يكون محل مناقشات سلبيه يعني النائب عامر يعني يثير مسأله سياسيه بعثة وكأنما ايران للابد ستبقى دولة عدوة، ايران كدولة ليست عدوة للعراق، ايران دولة جارة، قد يكون النظام السياسي فيه بعض المشاكل حاليا ولكن موضوع العلاقات مع ايران قائمة وتتمدد كما يقال والان حجم التبادل التجاري يعني كبير جدا والربط السككي يعني مفيد ليس فقط لنقل الركاب يعني انا اتمنى ان يكون هذا الربط السككي من اجل ان ترتبط موانئ ايران بطريق التنميه يعني هو لا يضر بمصلحه العراق على العكس لان الموانئ العراقيه التي سترتبط بالقناه الجافه او طريق التنميه سوف تضر الى حد ما بموانئ التي تقع على ضفتي الخليج العربي، وبالتالي يعني يجب ان يراعي العراق مصالح هذه الدول بحيث يعني لا يكون انشاء ميناء وربط سككي مع العالم الغربي هو موقع اضرار او محل اضرار بمصالح دول الخليج او دوله ايران لان هذه الدول ايضا لديها مصالح اقتصاديه ومصالح تهمها لذلك هذا وهذا يخدم الميناء العراقي يعني سوف يخدم الميناء العراقي من حيث رسوم رسوم السفن من حيث <applause> رسوم الترانزيت عبر الاراضي العراقيه طيب ما هو الضرر في ان تمر البضائع الايرانيه الذاهبه الى اوروبا عبر العراق؟ يعني لا يوجد ضرر <applause> ويجب ان يكون تمام. الجانب السياسي تمام. بعيدا عن هذا الموضوع تمام نعم. صحه وعافيه اشرب <applause> مي استاذ همام شكرا استاذ يونس الى الان خلينا نقول الخلاف حول ربط السك الربط السككي عفوا مع دول الجوار قائم خصوصا بوجود ميناء الفاو وطريق التنميه. النقل العراقي تتحدث عن انه هذا الربط للمسافرين بس ايران تتحدث عن ربط سككي لنقل البضائع وليس للعراق فقط بل حتى سوريا. كيف يعني تعلق؟ تفضل شو ملاحظات على بعض ما ورد. تفضل. اولا الربط السككي للمسافرين هذا ثبت بمحضر رسمي. وثبت ايضا في اللجنه العراقيه الايرانيه المشتركه عقدت في بغداد ايضا ثبت انه في حال اي ربط مع تجاره ايران سيكون بالمسافرين فقط. وثبتت كلمه فقط بالمحضر بين قوسين اذا لا داعي للكلام عن اي يعني نقل بضائع عبر السكه الحديد مع انه الارقام تشير الى ان حجم التبادل بالشاحنات عبر المنافذ <applause> الحدوديه مع ايران يفوق بكثير ما يمكن نقله عبر القطارات. تمام. وهذا الموضوع ليس موضوعنا هذه الملاحظه الاولى. لذلك عندما يثبت هذا في محضر رسمي لا داعي لذكر كلمه بضائع في اي محضر اخر او اي محفل اخر لان الاتفاق سواء هذا المحضر او اللجنه العراقيه الايرانيه التي وقعت بحضور جميع الوزارات لم يذكر اي شيء في نقل البضائع بالسكك الحديد بين ايران والعراق. م. النقطه الثانيه هناك لبس يعني بين الربط السككي وبين طريق التنميه. الربط السككي اذا اكتمل ان شاء الله سيكون على الشبكه الحاليه الشبكه القديمه التي تعمل بالديزل وهي لا ترتبط لا من بعيد ولا من قريب بطريق التنميه، طريق التنميه مشروع جديد تماما يبتدئ من ميناء الفاو ينتهي بالحدود العراقية التركية في فيش خابور ولا يرتبط بأي دولة من دول الجوار عدا تركيا مرورا إلى أوروبا هذا الموضوع يجب أن يفصل هذا الموضوع عن هذا الموضوع بالتالي الشبكتين مختلفتين تماما الشبكة الحالية وما يسمى بالشبكة القديمة هي تعمل بالديزل وليس لدينا لها ارتباط خارجي حاليا إلا ما كان عبر سوريا عبر منفذ ربيعة وهذا الآن هذا المنفذ مدمر يعني من الجانب السوري ولا يمكن الربط من خلاله اذا تبقى الشبكه الحاليه هي شبكه للاستعمال الداخلي طريقه التنميه شبكه جديده تعمل باسلوب اخر مختلف تماما قطرات تعمل بالكهرباء ومساراتها محدده وهي لا ترتبط بالشبكه الحاليه بشكل او باخر اما كان سؤالك عن عن موضوع يمكن محدد المسافرين الجانب الايراني يتحدث انه سيتم نقل البضائع مو فقط المسافرين يمتد حتى لسوريا من اللي هذا قال هذا الكلام؟ وسائل اعلام ايرانيه لا لا نحكي وثائق اي وسائل إعلام تتحدث كل شيء اي وضح لنا جنابك لا لا هل؟ الوثيقه اللي عند حضرتك لا الوثيقه هاي ما تمجان لي اي كلمه في وثيقه انه هذا ناقشناه بالسؤال الاول انا إيه؟ تحدثت لك عن معطيات ووسائل واخبار في, التحليلات في وسائل الاعلام الايراني بامكانك توضح لنا الله خير التحليلات تنطلق لاي اي يعني خيال الكاتب او خيال المحلل الاقتصادي ينطلق للجميع طبعا كل دوله عندها طموح يعني الان احنا في نقاشاتنا في طريقه التنميه كل دوله من الدول اللي تشاركت في نقاشات طريقة التنميه لديها طموحات محدده ولكن يبقى مشروع مشروع عراقي، يعني نحن من يقرر ماذا سيسير على ارضنا، ما هي نوع البضائع، ما هي الحمولات، ما هي الطاقات، نحن نتحدث عن طاقاتنا لموانئنا، بالمناسبه يعني حتى هاي المخاوف تجاه ميناء الفاو مخاوف غير مبرره فنيا. يعني مثلا احنا كنا نتحدث يمكن اذا حضراتكم متابعين مخرجات طريق التنميه انه ميناء ام قصر في عام 2028 ستكون طاقته مليون حاويه بالسنه. الان طاقه ام مليون ونص حاويه الان. طاقه ميناء ام قصر ارتفعت الى مليون ونص حاويه بالسنه. ميناء الفاو يعني هذا <applause> كلام يعني هم مسؤول يعني خلي يثبتوا علينا تفضل انه الطلبات حاليا على ميناء الفاو هي اكثر من طاقات الموانئ الاصفه الخمسه التي ستنشا في 2025. فاذا مبدئيا فنيا ماكو مخاوف على أين الكبيرين اللي هو ميناء الفاو زائد ميناء القصر بالطاقات العروض المتاحه للنقل من خلال هذا الميناء طاقه <applause> طاقة النقل في قناة التنمية هي 10.5 مليون حاوية بالسنة و33 مليون طن بضائع سائبة وأيضا حدود 13 إلى 14 مليون مسافر بالسنة هاي الطاقة المتاحة لطريقة التنمية إذا كان الحديث عن طريق التنمية بمعزل عن الشبكة الحالية هي ثلاثة أضعاف طاقة ميناء الفاو والقصر في 2025 إذا لو لو عملت الموانئ بكل طاقتها 100% ستبقى هناك فائض في طاقة النقل في قناة التنمية سواء بالطريق البري أو بالسكك الحديد تمام إذا لا مخاوف فعلية على ميناء الفاو ولكن مع هذا أخذنا بنظر الاعتبار حماية المنتج الوطني حماية الموانئ أيضا أكو نقطة غائبة ربما عن البعض ان هناك مدينتين صناعيتين ستنشا على ارض ميناء الفاو. هاي واحده في الارصفه البحريه وواحده على على اليابسه ايضا مدينه صناعيه كبرى. هذه مخرجات هذه المدن الصناعيه والتجاريه لن تذهب الا عبر طريق التنميه، لا يمكن ان تصنع يعني مواد او صناعات على الارض العراقيه وتصدرها عن طريق دوله اخرى. تمام هذا المفهوم يجب ان يفهم انه 60% من طاقه النقل لطريق التنميه هي للداخل العراقي من المنتجات عراقيه ستكون عبر الصناعات دكتور ناصر خليني اسال حضرتك ضمن المساحه اللي تحدث بها خلينا نقول شنو الرهان الاقتصادي على ان العراق سيكون في مساحه مسترخيه اقتصاديا في ميناء الفاو ضمن حركه البضائع ولا يمكن التضييق عليه من خلال المشاريع اللي تحدث بها استاذ ناصر في ظل ايضا وجود خلافات وخلينا نقول معرقلات في موضوع المياه ترسيم الحدود عندنا الكويت، عندنا ايران اكو اجواء متشنجه في هذا خلينا نقول المسار الاقتصادي استاذ ناصر تفضل اللي تفضل يونس حقيقه رجل يعني هو متمرس وبعدين اذا يحكي بمهنته لا يمكن احنا نزيد وننقص عليه اللي مطروح بالاعلام حقيقه غير كلام اللي يتفضل بيه وانا متاكد هو كلامه اصح من ما موجود خارج <applause> خارج يعني مهنه وبعدين شغله بعدين اليوم هو محاسب هذه الكلمه اللي ينطقها هي مسجله طبعا فحسب اعتقاد اللي يحكي هو كله صحيح فيما يخص موضوع احنا اللي قد كان الطموح هو بناء الفاو الكبير <applause> بالاضافه الى دلفش عن طريق الحرير طريق الحرير على اساس هناك حدود 350 رصيف يتم من قبل الصين مهم. وبناء مدينه بحدود بتالف وحده سكنيه وتوطين الصناعه الصينيه في داخل العراق. توطين الصناعه الصينيه شو يقصد بها؟ يعني معناته هو يجيب مواد خام ويصنعها داخل العراق وتخرج من العراق الى اوروبا عبر سكه الحديد اللي اذا جينا نحكي على سكه الحديد وتوطين كذا هنا يعني معناته احنا انتفينا من عمليات شنو؟ من عمليه ربط السكك مع دول الجوار الاخرى مثلا هسه حاليا يعني الحجي اللي يدور الكويتي تربط سكك بالاضافه لامارات والاضافه هاي كلها احنا اذا نحكي على اربع موانئ او عفوا اربع دول تربط سكك هو السكك الحديد اللي عندنا تخيل يعني احنا بدنا نحكي هسه على بليون ونص بالسنه صح اضربها في ثلاث اربع دول زي يطلع يعني معناته بحدود 6 مليون مو 6 مليون 6 مليون, مليون حاويه بقسمها على 360 يوم 65 يوم شوف يوميا ايش كم حاويه تطلع فعلا بدنا نحكي على ايش كم حاويه تطلع يعني معناته انا رادي اضربها في ثلاثه دائما شلون تضربها في ثلاثه؟ يعني قطار يحمل وقطار بس يسير يعني يحمل ويستمر وواحد يفرغ والاخ يرجع يعني في ثلاثه ضرب عدد القطارات هسه بدنا نحكي على القطار الواحد بس كم حاويه يقدر يشيل؟ يشيل بحدود 50 حاويه 30 حاويه ها؟ 30 حاويه من 30 الى 50 خلينا نقول 50 حاويه, حاوية. بعدين اكو شغله اخرى يقول هو ربط عفوا نقل حاويات او نقل بضائع بالاضافه الى نقل ركاب هسه نجي على نقل الركاب قطار نقل الركاب السرعه مالته بحدود 300 كيلو ودنيت على نقل الركاب بحدود 120 كيلو متر طيب شو راح آه. يتواشك هذه السرعه آه. شو راح آه. تتواشك السرعه بين القطارين اللي موجود فيها تفصيل فني وضح اي اتمنى يعني, يعني سجل والله كنت ممنون زين ف... طبعا انا صراحة بعد هذا عندي موضوع اخر اي تفضل استر سلبي سر سلبي ايه؟ فيما يخص موضوع انا جيت طبعا بمشروع اكبر من هذا اللي هو اللي هو حفر قناه ملاحيه بين الخليج العربي والبحر المتوسط بعمق 25 ل 30 وارض 500 كيلو عفوا 50 500 متر يعني معناته انا حتى ما احتاج لا للسكك ولا لل يعني أه. البضائع تجي تستمر قبل انا هنا راح استفاد من طبعا بالمناسبه هذا المشروع على اساس شركه مساهمه دوليه يكون انا حتى احمي به البلد لأن يعني العراق يربط ثلاث قارات اوروبا واسيا وافريقيا هذا المشروع قلنا عليه بضفتين بحدود هو بحدود الاراضي العراقيه بحدود 1200 كيلو متر تخيل الضفتين اللي تصير عدد اكو مشاريع راح تكون عليها. م. بالاضافه الى احنا راح نسوي قلنا مثل ما قلنا شركه مساهمه دوليه يعني الاسهم العراق تطلع مجانا بالاضافه الى كل ما موجود من مشاريع على جرفين اللي هي بحدود 2400 كيلو متر تخيل ما هي الايرادات اللي تحقق من خلال هذا المشروع. تمام. استاذ همام خليني اسال حضرتك عن مساهمة إيران المالية بالربط السككي خلينا نقول ما راح يخليها شركة مع العراق بهذا الموضوع والتي هي خلينا نقول سيادية وينبغي أن لا تكون أو لا تذهب إلى أطراف أجنبية في موضوع المالي قال بالمالي دكتور همام تفضل نعم العلاقات الاقتصادية هي علاقات متبادلة يعني مصالح متبادلة بين اكثر من طرف. يعني الطرف الايراني احنا يجب ان نرحب بان يكون مساهم لان ستكون له مصلحه في تشغيل هذا الخط سواء للركاب او للبضائع، انا اعتقد انه سيتحول للبضائع فيما بعد وكلام مدير عام السكك يعني هو ادق مني. ولكن هذا الربط يعني سوف يمثل مصلحه اقتصاديه لكلا البلدين، نحن لدينا مصالح مائيه، مصالح تجاريه، مصالح نفطيه غازيه مع ايران. كلما وثقنا هذه المصالح الاقتصاديه كلما استفاد العراق من دولة ايران ولا اقول من حكومة ايران يعني لنترك الان الجانب السياسي نفكر فقط بالجانب الاقتصادي كيف يستطيع البلدين ان يستفاد بعضهم من البعض الاخر بعيدا عن عن الاهداف السياسية التي يسعى لها هذا الطرف او ذاك فهذا الربط السككي اذا يعني ساهمت بايران يعني ف سيكون مصلحتها تشغيلها يعني بشكل جيد يعني وبما يضمن استمرار المصالح بين العراق وايران نعم تمام دكتور هماني حقيقه خلينا نختم مع جنابك صحه حضرتك يبدو مو تمام اليوم ما نطول عليك ولا نثقل على جنابك شكرا لوجودك ايوه. معنا شكرا لكرم حضورك في الاستوديو شكرا جزيلا لحضرتك كنت معنا من أربيل شكرا. شكرا جزيلا خلينا أبقى مع الأساتذة في الاستوديو أستاذ يونس الأموال التي ستدفعها وزارة النقل الإيرانية راح تتحول إلى ديون علينا لو راح تكون خدمات تشغيلية تفضل لا هذا ولا ذاك كيف تفضل يعني إن فقرتين تتحملها الحكومة الإيرانية تبرعا منها أولاً إزالة الأرغام هذا راح يوفر لنا 5 مليون دولار ضمن يعني تكاليف المشروع. هي يعني عندها خبرات في عمليات إزالة الأرغام. فتبرعت بهذا الجانب 16 كيلو متر احنا كل يعني الكلفة المقدرة كانت 5 مليون دولار. الأهم من هذا وهو أصعب جزء بالمشروع اللي هو جسر الملاحي على شط العرب. نعم. اللي بيه فتحة ملاحية. واللي يكون راح يكون موازي لجسر خالد بن الوليد فوق جزيره السندباد هذا الجسر هو هو الاعقد والاكثر كلفه يعني ياخذ تقريبا ربع كلفه المشروع يكلفنا خمسين مليون دولار يعني بفتحه ملاحيه وطوله بحدود كيلومتر ألف متر هذا يعني تبرعوا به يعني تصميما وتنفيذا ايران ايران كل ما طلبوا انه مقابل ايش استاذ يونس؟ ها مصالح اقتصاديه مقابل انه يريدون هذا الخط يتفعل هذا الموضوع لننسى صار لاكثر من 12 سنه مطروح على يعني طاوله المفاوضات ومذكرات تفاهم وقعت في حكومات كثيره من 2009 هذا المشروع وايضا مسوحاته كامله وايضا المسارات الان المسارات ايضا حصل بها تغيير يعني هناك تعوضات مع احياء سكنيه مع حقول الغام ايضا حصل بعض التغيير في المسارات ولكن بالنتيجه هو مشروع عراقي يعني مطروح من 2009 حتى السر اجداد طبعا الموضوع ليس جديد يعني هذا الموضوع تبرع ايران بالجسر على شط العرب مطروح منذ البدايه حتى كان مطروح انه يعني تستثمر هذا الخط بالكامل من مصلحه ايران لديها حدود 3 مليون زار على مدار السنه يعني يدخلون الى العراق الموضوع طبعا ليس من الجانب الايراني فقط هذا الصوره وكانه هو خدمه للأخوة الإيرانيين هو مشروع تكاملي لا ننسى أنه سنويا أيضا كذا حدود مليونين إلى مليون ونص عراقي يذهبون إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أما للزيارة أو للدراسة لدينا يعني طلبة كبير يعني عدد كبير في الجامعات الإيرانية لدينا مقيمين في إيران وبعض عوائلهم لا زالت موجودة في إيران أيضا يتنقلون ذهابا وإيابا لدينا الرحلات العلاجيه الى ايران. زين. هذا المواطن العراقي من حقه ان يحصل على خدمه بقطارات تذهب به الى طهران بصوره مباشره. تمام. طبعا هذا الموضوع ليس جديد. أنا من اكثر من ربع قرن موجود بالسكك الحديد، هذا المشروع كان انطرح سنه 2000 الى 2002 في زمن النظام السابق، كان هناك مشروع لربط طهران مسيب، وفي الفعل يعني في محطه المسيب استملكنا كان مقرر ان تكون يعني محطه استقبال كبرى بدعش خط سكه وهي توزع على المراقد الدينيه، موضوع الربط السككي مع ايران لاغراض الزياره ليس موضوع جديد، موضوع اقتصادي مربح لان مساله يعني استقبال 3 مليون زائر رقم ليس بالهين، مردود اقتصادي كبير كبير مم. تمام الموضوع الاخر بس اكو وثيقه اللي هي مال وثيقه الاتفاق تحدثت اللي او المحضر خلينا نقول مم. تحدث عن استملاك للاراضي خصوصا اللي مر بها الجسر اللي حضرتك وضحت النياد ذو الملاحيه ملكيه الاراضي راح تكون لمن استاذ يونس ستكون لوزاره النقل الايرانيه من العراق الوثيقه سكتت عن هذا من حيث شيء. القانون اي لا يمكن مد اي خط سكه داخل الاراضي العراقيه بدون استملاك الاراضي اي ان الاراضي تستملك للشركه العامه للسكك الحديد لذلك صدر قرار من مجلس الوزراء بتحويل <applause> جميع الاراضي الحكوميه التي تعود الى عقارات الدوله الى البلديات الى الاوقاف الى السياحه واعتقد بعد دوائر اخرى لديها تحول بقرار او حولت بقرار من مجلس الوزراء الى سكك الحديد. نعم. باقي الاراضي عندنا نوعين، عندنا نوع استملكناه بالفعل مه. اللي هو في منطقه البصره من كيلومتر صفر الى كيلومتر اربعه الى جسر. هذه الوثيقه نعم، موجود القرار مجلس وزراء احسنت. نعم أي الى مه. جسر خالد، هاي استملكناه في 2000 الفتره من 2010 الى 2014 زين مستملكه 4 كيلومتر متر. باقي عندنا 4 ونص كيلومتر من ضفه <applause> شط العرب باتجاه قضاء شط العرب مه. اللي هي تعود اراضي زراعيه الى اشخاص هذا ستستملك ايضا السكة الحديد بموجب قانون الاستملاك العراقي <applause> اذا مسار <applause> السكه من متر صفر اللي هي محطه الاكزيزه الاخوان بالبصره يعرفون زاحشي احكي مرورا بجسر خالد ما بعد جسر خالد قضاء شط العرب انتهاء بالمنفذ الحدودي في شلامشه على الدعامه الحدوديه اربعه على اربعه وخمسه على اربعه الاخوان ما في الحدود يعرفون شو معنات هاي الدعامات <تصفيق> والارقام نعم <applause> والارقام فمن كيلومتر صفر الى كيلومتر اصلا صار 36 كانت 33 ستة وثلاثين 36 كلها اراضي عراقيه خالصه ستملك الى السكك الحديد العراقيه لمسجد فبالتالي أخبرت أخبرت الفقره بس خلينا نوضح الفقره اللي ذكرتها بالمحضر أيه؟ هذه ليس استملاك وانما تعويض المتجاوزين على اراضي الجسر انت عندما يعني تزين مواطن اقام اقام بيت عشوائي على ارضه يجب ان تدفع له بعض التعويضات وضعت هذه في حال انه لم توفر اموال كافيه من الحكومه العراقيه تعويض هؤلاء المتجاوزين لان هذا لا يخضع لقانون الاستملاك تمام. لانه مو صاحب ملك هو متجاوز على الارض فالمحافظه وبعض المحافظات تعطي تعويض لهذا المتجاوز حتى يزيد التجاوز اذا كان هذا تعارض مع انشاء الجسر في منطقه الجسر فقط نحكي مم. على ضفتي شط العرب زين على الضفه الشرقيه والغربيه ضمن بهذا المحضر اذا تعارضت التجاوزات وطلبت يعني دفع اموال تكلف الجانب الايراني ضمن كلفه انشاء الجسر. <تصفيق> <تصفيق> بالتالي بقيت هذا الجسر وملحقاته والركائز يعني سيكون عليها الجسر الى السكك الحديد العراقيه. تمام استاذ ناصر كثير من الخطط والمحاضر الاجتماع والوثائق التي وقعت والتي لم توقع فقط اللي نشوفها لم حقيقه تنفذ على ارض الواقع خصوصا في كل الحكومات. شنو سبب هذا البطء وعدم التنفيذ استاذ ناصر واريد الجواب ايضا من الاستاذ يونس بذات السؤال لوزاره النقل عاده ما تؤكد عن مترو بغداد او قطار بغداد هذا الى الان لم ينفذ من سنين سمعنا الاجابه بعدين اسمع بعد ما اسمع الاجابه حضرتك تفضل استاذ ناصر طبعا بطريقتين هي الطريقه الاولى هي عدم توفير الاموال والطريقه الثانيه هي الفساد وايضا طريقه ثالثه حقيقه اللي هي بنحكي عن موضوع شويه خطير شوف كل حكومة بدها تجي يعني حتى لا يعني مرة الأخت يعني مرة الاخر تنتخب لا بد وأن السياسيين اللي موجودين الآخرين يضعون العراقيل في طريق هذه الحكومة حتى لا تجير <applause> إلى فلان من الناس وأيضا يمدد له لاحقا هذا أنت الفقرات هي حقيقة لتوقف عملية إحنا نريد نحكي على ما هي المشاريع الاستراتيجية المتوقفة من سنوات <applause> مثلا عندنا أهم مشروع اللي هو مشروع بسمائه <applause> بس ماي 13 يفترض ينتهي بال 16 لمده ثلاث سنوات بس ماي لحد الان 23 احنا لحد الان مكتفي بينتهي من العفو منجز منه 15% فقط من 1000 وحده سكنيه 15% خلال كم سنه من 13 الى يعني 10 سنوات 10 سنوات 10 سنين احسنت نجي على المشاريع الاخرى اذا نحكي يعني مثلا على تاخير موضوع النفط والغاز العفو مشروع النفط نفس العمليه شركه نفط الوطنيه ايش صار نفس الهم، ما ماكو مشاكل نرجع هسه حاليا اذا نحكي على الدستور مم. هل الدستور احنا فعلا مفعل باكمله مثل ما جاء الدستور 2005 <applause> انا راح اقول لك على الفقره او عفوا الفصل الاول او الثاني اللي هو الحقوق والحريات مم. نهائيا ولا فقره منها مفعله اللي تخص المواطن واحش على فقره مثلا اهم فقره اللي بيها هو 30 اللي يقول تكفل الدوله للمواطن حق السكن والعيش الكريم ما معناته اولا وثانيا ايضا هم ده ينطي تكفل الدوله لكبار السن ايضا هم سكن وعيش وكذا على ما ماكو فقره 14 يقول العراقيين متساويين امام القانون بالحقوق والواجبات بالمحصله ماكو <applause> لان كلنا بعدين يجيك عندك فقره اخرى مهمه جدا اللي هي موضوع الجوازين لا يمكن يعني لشخص يتبوأ منصب ويحمل جنسيتين واحنا الحمد لله اغلبيه الاخوان يمتلكون جنسيتين. فهذا كل هالفقرات هاي المهمه جدا لحد الان معطله. من بدنا نحكي نحكي يعني يفترض نحكي كل شيء حتى مواطننا يسمع وايضا دولتنا تسمع وسياسينا يسمع قد يكون فايت بعض الشيء. من جينا انا جيت بمشروع اللي هو سميته المنقذ حقيقه اللي جتها من العفو من الماده 30 اللي سال عنها اللي هي طبعا الارض وما عليها وما في باطنها هي ملك الشعب. اذا انا بما انها ملك الشعب والفقر 30 تكفل الدولة المواطن حق السكن والعيش الكريم. فجينا مشروع اسمه المنقذ اللي هو مليون كان مليون و800 بس بما انه كردستان ضمن العراق فاذا العفو من ضمن الحدود العراقيه فاذا يفترض عشان ايضا نشبه كردستان محتاج بالضبط الى 2140 الف وحده سكنيه متكاملة الخدمات ونضيف لها مناطق صناعية وزراعية وخدمية وترفيهية وجامعة ومستشفيات ووحدة تدوير نفايات في كل محافظة طبعا في كل محافظة 120 ألف وحدة سكنية وال 120 مقسمة على 10 مجمعات بواقع كل مجمع 12000 ألف وحدة سكنية ويكون في راوند المحافظة حتى أدي توسعة أني في نقطة المحافظة هاي العشر مجمعات وتربط بطرق حديثة بالإضافة <applause> إلى سكك حديد طبعا. وتربط بمركز المدينة من أربع اتجاهات شمال وشرق وجنوب وغرب أريد أسوي عملية نزوح من المدينه الى صار وهذا العكس بالضبط اللي صار عكس حتى اخفف شويه على تمام سنتر المدن اللي هي حاليا حاصل تمام هذا المشروع حقيقه تمويله طريق طريقه تمويله بشركه تجي تبني مصفى داخل العراق، العراقي يزودها ب ألف برميل تسديد لحين تسديد هذا المشروع لمده 10 او 20 سنه او 15 سنه حسب اسعار نعم. النفط بهذه الطريقه <applause> طبعا ويعطى الى المواطنين مجانا سكن وايضا مشاريع مثل ما حكينا عليها انا اجمع كل 20 شاب او كل 20 بطال خلينا نقول تمام بمشروع صناعي او زراعي او خدمي او ترفيهي او حتى المدرسه تمام. بالمناسبه تمام فسنسوي دوره اقتصاديه داخل كل العراق باكمله او كل ما في كل مجمع في دور اقتصادي ان شاء الله استاذ يونس صحيح ان هناك عقد ما بين شركه السكك الحديد وبين شركه عراقيه لاستلام جميع الخدمات اللوجستيه بالقطارات. والشق الثاني من السؤال اللي طرحته للاستاذ ناصر نسمع بموضوع المترو والقطار المعلق كم يعني كمنظومه وزاره نقل استاذ نعم. يونس اذا عندك جواب صار, صار اكثر من جواب, جواب الدكتور على شلون راح نوزع البضائع والمسافرين بالضبط في المجال الفني نعم في المجال الفني بهاي السرعه العاليه طبعا احنا عندنا استشاري ايطالي شركه ايطاليه هي اللي تصمم بعد الشركه الايطاليه طبعا زين كمل استاذ يوسف ليش شركه لا مو شركة الايطاليه حسب ما قال لي اعتقد في يوم من الايام محافظ بغداد نعم في لقاء سابق اعتقد قبل سنتين الى ثلاثه محافظ بغداد في لقاء شخصي يعني متلفز وياه على, على يعني تحكي ما على لا لا مو على هذا على المعلق على المعلق بالضبط المعلق 10 سنوات هذا غير الموضوع لا بس قال التصاميم كملت شركة فرنسية مال المعلق اي بالضبط المعلق جاي هذا بدي على التنمية على ايطاليا نعم تفضل ايطاليا صار لها سنة هاي السنة الثانية بها زين استرسل فالشركة الشركه الايطاليه ايش بدها تسوي؟ قسمت التشغيل قناه التنميه الى مسافرين وبضائع وفترات صيانه ست ساعات قطاعات المسافرين على وجبتين بالصباح وبالمساء ثلاث ساعات بالصباح قطارات مسافرين ثلاث ساعات بالمساء ايضا قطارات مسافرين 12 ساعه لقطارات البضائع اربع م. ساعات للصيانه اليوميه الاجباريه وساعتين للطوارئ مجموع 24 ساعه على مدى تثبيت يوم تشغيل بالسنه هذا يعطينا التشغيل السرع العاليه هي للمسافرين 300 كيلومتر بالساعه للقطارات المسافرين حتكون ساعة فاصلة زمنية بينها وبين انطلاق قطارات البضائع هاي الساعة تكون كافية لإفراغ القناة وتكون قطارات المسافرين واصلة إلى إلى وجهاتها ال 12 ساعة هي ل لقطارات المسافرين هناك توقف تام بالشبكة لأربع ساعات لأغراض الصيانة هاي الصيانة يوميا لا تنسى هاي الخطوط خطوط فائقة السرعة وبالتالي يعني ما توقف عند محطات أستاذ يونس شنو عند محطات؟ يعني قبل من س... من منك... لا لا اكو <applause> 15 محطه للبضائع وال و... لا للمسافرين الم... اقصد المسافرين والبضائع على في... على 15 محطه من الفاو الى فيش خابور فقط في المدن الرئيسيه ستكون هناك محطات بجانب المدن هذا هو التوزيع السرع بالنسبه للطريقه التنميه سرعه البضائع هي تصميميه 140 المسافرين 30 كيلو بالساعه وايضا مسيطر عليه بنظام اشارات اللي هو ليفل النظام الاوروبي هذا النظام معمول به في معظم دول الاتحاد الاوروبي بالتالي ما راح نواجه مشكله في كيفيه التوافق بين السرعة بالداخل العراقي بين السرع سواء في تركيا او في الاتحاد الاوروبي تركيا ربما لديها بعض التحفظات على السرعة لكن هذا لا يعني انه الموضوع يتعلق بالداخل العراقي بالداخل سنسير بهذه السرعه مصرين على ان نكون بهذا المواصفات يعني من العراق الفيش خبر راح يكون بساعات مو او بسويعات يعني بعد تنحسب هي حدود 1200 كيلو متر بحدود ثلاثة ونص ساعة ممكن توصل القطارات مو من بغداد من بغداد اقل نحكي من, من الفاو بغداد لا 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 من الفاو اقصد من الفاو نحكي من الفاو بغداد اقل طبعا طول القناة كلها 1200 كيلو متر ينتقل الى الى تركيا ومن تركيا يربط بالشبكة الاوروبية الشبكة الاوروبية تعمل بنفس النظام ونفس السيستم لذلك ربما البعض يعيب انه ذاهبين الى هذه التكنولوجيا العاليه يجب ان نذهب الى هذه التكنولوجيا نحن نتحدث عن عام 2028 العراق في ذلك الوقت مختلف تماما قدرات الفنيه البنى التحتيه ستكون بشكل مختلف ايضا صممنا بما يوالي من النظام العالمي نحن نصمم على قناه تتناسب مع النظام العالمي والنظام الاوروبي الذي نحن مرتبطين به بشكل او باخر حتى شبكاتنا الحاليه هي يعني على الاسس البريطانيه وهي جزء من النظام اللي خرب شغلكم هو 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 المناخ السياسي استاذ يونس ماكو عراقي شريف ونبيل ويحب بلده ما يريد هاي المنظومه تشتغل مو هالشكل استاذ ناصر حقيقة, حقيقه يعني حقيقة. لكن الناس هالقد ما استاذ عفوا يونس الناس بدات ثقتها حكاً. يعني حقيقيه انا اقول لك يعني. انا لك حق ولذلك حق انا سألتك كم مواطن عراقي القطار المعلق وين؟ نعم هنا سؤال هسه على هذا السؤال تفضل, <تفضل استرسل هذا قصه القطار وانا اشكر توضيحك على النقاط اللي طرحتها كل النقاط يعني مستعدين نجاوبها واسهاب قطار المعلق يعني تنقل بين طبعا هو فكره صارت بديل عن عن مترو بغداد اللي هو تحت الارض طرحت هاي الفكره في عام 2009 على وتبنتها محافظه بغداد أي. امانه بغداد ثم محافظه بغداد وبعد استنفاذ انه عدم قدرتهم على تنفيذ هذا المشروع احيل الى وزاره النقل في عام 2021 نفس الشركه الفرنسيه الستوم أه. وزاره النقل 2021 استكملت جميع مستلزمات هذا المشروع وادرج على موازنه 2022 تمام التي لم ترى النور وبالتالي هذا المشروع رفض في وقتها عفوا في 21. في 21 رفض المشروع من قبل البرلمان على ان يدرج ضمن الموازنه. في 2022 لم تكن هناك موازنه في العراق. 2023 الان مدرج كمشروع وبالفعل بدانا الخطوات الاولى لهذا المشروع ان اداره المشروع موجوده بالسكك الحديد العراقيه او في اداره المشروع وبالفعل بدانا بدعاوى استملاك الاراضي او الاملاك الخاصه بالتعاوضات مع هذا المشروع وخصصت مبالغ للاستملاكات وايضا لازاله التعاوضات التي تتعلق بأمات بغداد ووزاره اذا هو معلق وليس مترو اي على جسور نعم اي جسور جسور نعم تمام انا جدا اشكرك استاذ يونس اطلبك حلقه اخرى بالخرائط نجي نوضحها على الشاشه و مراحتك في ساعه واحده بالمناسبه آه ان شاء الله سلسله حلقات ابشر احنا إيه حاضرين المهم إيه توصل بالمناسبة ب... للراي يعني العام أح... احد الاخوه بعجاله انتهى الوقت إيه نص <applause> دقيقه اتهم <applause> انه هاي طريقه التنميه بدون دراسه إيه للاسف يعني انا ادعوه يعني بقال المشروع بالسكك الحديد إيه الدراسه عباره عن 27 مجلد جت باربع حقائب سفر إذا عنده مجال يطلع على هذه الدراسة ويقراها يكون ممنونين. <applause> احنا نتمنى الآليات تنزل مع طريق التنمية، أنا يعني اليوم واحد من الناس سأل. طريق التنمية وين صار؟ نزلت حبيبي نزلت الآليات؟ الآن عندنا تحريات تربة في محافظة الموصل وبدأنا قبل أيام بأيام الحفر الأولي لتحريات التربة وأخذ عينات. كل التربة. وأيضا شركة ثانية من جنوب العراق ايضا أي بدأت وتجي وزاره ثانيه تخرب شغلكم ويقول لك لا وهذا الترتيب اللي دا يصير يعني هاي نعم. هذا المناخ اللي يكون مؤثر هاي الحكومه آي آي نعم. جاده في هذه المشاريع وذلك وضعت على الموازنه الاتحاديه والخطوات العمليه نحن نمتلك الشجاعه الكافيه للبدء بهذه المشاريع شكرا جزيلا اما من ياتي بعدنا فهو يتحمل المسؤولين. شكرا جزيلا استاذ يونس نطلبك حلقات شكرا اخرى شكرا, شكرا, شكرا استاذ أخوي. ناصر الكنان نورتنا في هذا الحوار شكرا لكم سادة يا فاضل السلام عليكم والى اللقاء